بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هوري لك ازاي تقدر تنزل البادج على رسيفر بي اوت بكل سهولة. هتخش طبعا في مدونة ابو عمر، تنزل البادج اللي انت محتاجه. البادج ده لازمته ايه؟ عشان تتخلص من صورة الطفل اللي بتظهر لك كل شوية في التحميل في القنوات البي اوت، وبعد كده بيساعدك في تنزيل البرامج اللي هي التطبيقات اللي انت محتاجها على الرسيفر. طبعا بعد ما بتنزله على الكمبيوتر بتوقف الانتي فيروس وبتوقف جدار الحماية، وتبدأ تخش هنا في الدرايف تديله امر ان هو يسطب البرنامج ده، عشان ده بيساعدك ان انت الرسيفر يتعرف على الكمبيوتر. بيربطهم ببعض الفايل ده الاول. طبعا هو هيخلص اهوت ثواني. كده هو خلص معانا زي ما انت شايف. هنوقف الفيديو ثواني. طبعا انا هنكمل الفيديو اهوت. انا حاطط عود الاسنان اهوت كده، انا ضغطت اهوت يعني قبلها مثلا 4 ثواني، وهركب كابل اليو اس بي اهو اهو جنب الكابل بتاع الاشارة اهو، وبقوم جايب الشحن بتاع الترانز معايا، لازم اركبه انا عندي، دي في مشكله. لكن انت تجرب على اليو اس بي الاول لوحده، ما ظبطش معاك وسرق وطفى معاك للجهاز، تركب ايه الشاحن معاه. لف ور الاضاءه كده من هنا، هو بيسرق اهو اهو كده، هو بيسرق وطفى اخضر واحمر. لف لي هنا جت، تعالى هنوري لك اهوت اهو كده. انا هشيل ايدي عن السلاكة، هتسمع فيه رنة في الكمبيوتر ان هو الجهاز اتعرف. وساعات ما تظهرش معاك، تيجي تاخد الفايل اللي هو 11.9.5 وتختاره كمسؤول. كده بدأ يعد معايا اهوت. هنوقف شوية لغاية ما يقرب يخلص. معلش على التصوير لان برضو كان لوحدي ومعايا جد الصغير، فمش عارف في برضو يساعدني شوية. كده هو بدأ يعد معايا اهوت، كده هو بياخد البادج بكل سهولة اهو. هنوقف شوية بس لغاية ما يخلص، لانه هيطول شوية، هياخد له دقيقتين ولا حاجة. زي ما انتم شايفين اهوت بيعد لسه معانا 95 اهو، كل حاجة راكبة في الرصيفر، الكهرباء والكابل واليو اس بي اهوت راكب في الكمبيوتر اهوت ماشي اهو ماشي. دي طبعا بيعد خلص اهو كده تمام كده فينش. هنشيل حاجتنا كده من الرسيفر اهو اهو، ونشيل الشحن ونبدأ ناخده بقى على الشاشة ونركبه، ونوري لك بعد ما ركبناه على الشاشة ايه اللي حاصل. معلش طبعا انا ايديا ضغطت على الفيديو بالغلط، فما قدرتش اكمله مع بعضه، فهدمجه لكم مع بعضه. فدلوقتي بعد ما عملنا الجهاز اللي خلصنا البادج، عملنا ضبط مصنع اهو، نيكست، اختار اللغة العربية او اللغة اللي انت عايزها اهو، تقول له انهاء، نت بعدين. هو كده دلوقتي بيخيرني عايز اللانشر زي ما انت شايف كده او النسخة الاصلية. انا واقف كده على اللانشر وكده على البي اوت. هنقول مثلا لو اخترنا لانشر اهو، بيقول لي دوما ولا مره واحده، فانا اقول له مره واحده فقط اهو، بيظهر لي بالشكل اللي انت شايفه ده كده اهو. والرسيفر هو اللي هو فوق ده بتاعي، واللي تحت ده بتاع صاحبي اللي انا بعمله الباتش اللي هو ده اهو، زي ما انت شايفه كده منور اهو اهو. طبعا احنا كده خلصنا من الباتش. حبيت ترجع للاصل براحتك كده، تضغط على زر الهوم ضغطة مطولة اللي هو الزرار الأزرق الكبير كده، بيجيبني تاني لو أنا عايز أروح للبي أوت. بروح كده كده، أنا رحت للنسخة الأصلية بتاع البي أوت. تاني كده هرجع ضغطة مطولة، بيرجعني على اللانشر. فأنا هختار اللانشر لأنه صاحبي عايز اللانشر عشان ينزل برامج، بس هقول له يعني هختار كده، اخترته هختار دوما بعد كده عشان ما عادش يجيلي البي اوت اللي هو النسخة العادية
كده يبقى احنا عملنا الفيديو، وياريت الشرح يعجبكم، وتصبحوا على خير.